وصلني ان انتم محتاجين فيها توضيح اضافي هو الفوتو ريسبتور فانكشن. والحقيقه الفوتو ريسبتور فانكشن بينطوي تحته اربع نقاط هنناقشهم بصوره مختصره مع بعض دلوقتي. النقطه الاولى هي الفوتوكيميكال تشينجز اللي بتحدث في الفوتو بيجمنت اللي موجوده في الفوتو ريسبتورز، ما نطلق عليه البليتشنج. يتبع البليتشنج ده اكسايتيشن كاسكيد للفوتو ريسبتورز. ازاي الفوتو ريسبتور هيحصل له اكسايتيشن، والاكسايتيشن فيه شكلها ايه؟ نمره 3 يتولد الكتريكال ريسبونس، وبعدين الالكتريكال ريسبونس ده تنشا منه سيجنال which will be transmitted in the retina to leave the retina finally محمولة على الفايبرز بتاعة الجانجليون سيلز اللي بتكون الاوبتيك نيرف. نبتدي نتكلم على الفوتو بيجمنت اللي قلنا انها مسؤولة عن حساسية الفوتو ريسبتورز للضوء. الفوتو بيجمنت بصفة عامة مكونة من بروتين اسمه الاوكسين وكروموفور. عندنا أربع أنواع من الفوتو بيجمنت، واحد موجود في الرودس اللي اسمه الرودوكسين، وده مكون من بروتين اسمه سكوتوكسين ماسك فيه 11 سيلز ريتينال. ال 3 تايبس اوف كونز برضه مكونه من بروتين اسمه الفوتوكسين و 11 سيلز ريتينال. الفوتو ريسبتور الاوتر سيجمنت بتاعته فيها ديسكس متشال عليها الفوتو بيجمنت. الفوتوكيميكال تشينجز او البليتشنج سايكل اللي بتحدث في الفوتوبيجمنت لما تتعرض لضوء نستعرضها مع بعض عشان فهمنا ليها هيساعدنا في فهم ازاي الريسبتور بوتنشال في الفوتوريسبتورز بيتكون. الموضوع ده درس بوضوح في الريدوكس، لم يدرس بدرجه كافيه في الفوتوبيجمنت بتاعت الكونز، لكن المعتقد انه سيميلر رياكشنز اوكير في الكونز. الرودوكسين از ذا سنسيتيف تو لايت، سنسيتيفيتي بتاعته لللايت حقيقه عاليه جدا، عاليه لدرجه انه يكفي فوتون واحد من الضوء عشان يخلي الرودوكسين يتكسر ويتحول الى باثو رودوكسين. تحويل الرودوكسين الى باثو رودوكسين بينطوي على ان الفوتون وحده الضوء بتخبط او بتبقى ابزوربت في الكترون في الريتينال موليكيول وبتغير الكونفورميشن بتاعه، يقوم الرودوكسين يتحول فيري رابيدلي ان بيكو سكند زي ما ظاهر عندكم في الصوره الى باثو رودوكسين. كل الخطوات اللي هنذكرها بعد كده ار اندبندنت اوف لايت، مش محتاجه ضوء. الخطوه الوحيده في السايكل اللي هنشرحها دلوقتي اللي محتاجه ضوء هي تحويل الرودوكسين الى باثو رودوكسين. كل الخطوات اللي جايه ار سبونتينيوس رياكشنز، واحده بتحصل ورا الثانيه اندبندنت اوف ذا لايت. الباثو رودوكسين النانو سكند رينج يتحول سبونتينيوسلي الى اليومي رودوكسين اللي هو رقم انستيبل، and in microseconds it is changed into metarhodopsin 1. المتارودوكسين 1 in milliseconds spontaneously changes into metarhodopsin 2. Metarhodopsin 2 is sometimes referred to as the active rhodopsin. هو المتارودوكسين ده اللي مسؤول عن بداية حدوث الالكتريكال سيجنال. واضح من السيكونس اللي قدامكم انه الرياكشنز اللي بتتبع تحويل الرودوكسين الى باثو رودوكسين الى اليومي رودوكسين الى ميتا رودوكسين 1 ثم ميتا رودوكسين 2 او اكتف رودوكسين بتحدث بسرعه جدا، بس كل واحده من كل رياكشن منهم ابطا من اللي قبله. يعني الرودوكسين يتحول لباثو رودوكسين ان تيكو سكندز، فيري شورت بيريد.
الباس ريدوكسن لليومي ريدوكسن النانو سكندز اللي هم اكبر شويه من البيكو سكندز، بعدين اليومي ريدوكسن للميتا ريدوكسن 1 المايكرو سكندز اعلى شويه من النانو سكندز، الميتا ريدوكسن 1 يتحول للميتا ريدوكسن 2 الملي سكندز ابطا كتير، كل واحده من اللي فاتوا دول ابطا من اللي قبلها ب 1000 مره. الميتا ريدوكسن 2 هو الاخر ما بيعيش كتير، ان سكندز ثواني اللي هي قد الملي سكندز 1000 مره، بيتكسر تحت تاثير انزيم اسمه الريدوكسن كاينيز الى سكوتوكسين اند ريتينال، لكن الريتينال اللي بينشا هو اول ترانس ريتينال. الرياكشن ده تحت سيطره او تاثير انزيم موجود دايما وجاهز واكتف في الفوتو ريسبتور اسمه الريدوكسن كاينيز. اتكسر السكوتوكسين الى الريدوكسن الى سكوتوكسين واول ترانس ريتينال، to complete the cycle لازم السكوتوكسين يرجع يمسك تاني في الريتينال، لكن السكوتوكسين ما بيقدرش يمسك في الريتينال وهو في الاول ترانس فورم، لازم الاول ترانس ريتينال يتحول بايزوميريز انزيم الى 11 سيز ريتينال مره ثانيه. ال 11 سيز ريتينال هو اللي بيقدر يمسك في السكوتوكسين to regenerate الريدوكسين. أرجوكم تكون واضح الأمور، إن الرياكشن الأخراني ده اللي هو إعادة الاتحاد ما بين الاستوتوكسين والـ 11 سيز ريتينال بيحدث ببطء، بيستغرق مينتس. كويس، المركب اللي يهمنا في القصة دي كلها جدا هو الميتا ريدوكسين 2 زي ما هنشوف هو الأكتيف فورم أوف ريدوكسين، وأعتقد إنكم كده تكونوا متبينين انه الميتا ريدوكسين تركيزه في الفوتو ريسبتور هيعتمد على البالانس ما بين تكوين الميتا ريدوكسين في هذا الاتجاه وتاثيره واعاده انتاج الريدوكسين في هذا الاتجاه. لما يكون في ضوء قوي البالانس هيكون في صالح تكوين الميتا ريدوكسين 2 لان الخطوات دي سريعه جدا، لكن في غياب الضوء لان الريدوكسين ما بقاش يتكسر فالميتا ريدوكسين 2 الميتا ريدوكسين 2 هيبتدي يعاد اتحاده مع الريتينال مره ثانيه and regeneration of ريدوكسين. يبقى اللي يهمني بس دلوقتي ان تكونوا موافقين معايا انه الليفل اوف ميتا ريدوكسين 2 ان ذا فوتو ريسبتور ريبريزنتس ا بالانس بتوين جنريشن اوف ميتا ريدوكسين ان ريسبونس تو لايت and reformation of rhodopsin by combining scotopsin مع ال 11 cells retinal. اوكي، نعود الى الفوتو ريسبتور وانتم عارفين تركيبته انه ليه اوتر سيجمنت فيها الديسك بتاعت عليها الفوتو بيجمنت وليها انر سيجمنت، والانر سيجمنت الممبرين بتاعها زي اي خلايا تانية في جسمنا في صوديوم بوتاسيوم بامب. صوديوم بوتاسيوم بامب از يوجوال بتطلع صوديوم من السيتوبلازم بتاع سيل الاكسترا سيلولر فلويد، والصوديوم ده مشكلته بقى انه الاوتر سيجمنت فيها تشانلز بتسمح للصوديوم بالدخول، مش بس الصوديوم الحقيقه بتسمح كمان للكالسيوم، والكالسيوم هنركنه على جنب شويه دلوقتي وهنبقى نتكلم على الدور بتاعه في نهايه حديثنا عن الفوتو ريسبتور ميكانيزم. يعني زي ما انتم شايفين كده الصوديوم بيطلع من الانر سيجمنت ويرجع يخش من الاوتر سيجمنت، وده بيؤدي الى ان الممبرين بوتنشال بتاع الفوتو ريسبتور بصفه عامه ما هواش القيمه المعتاده في الريسبتورز اللي هي بتبقى حوالين ماينس 60 الى ماينس 65 ملي فولت، لا بيبقى حوالي ماينس 40. بسبب ايه؟ بسبب الصوديوم اللي بيخش من الاوتر سيجمنت ده. بنطلق على
الصوديوم اللي بيخش من الاوتر سيجمنت وبيؤدي الى خفض النيجاتيفيتي اوف ذا ممبرين بوتنشال اوف ذا فوتو ريسبتور الى ماينس 40 بنطلق عليه الدارك كارنت لانه بيحدث في الدارك. What is the molecular mechanism of this dark current؟ dark current ده بيحدث ازاي؟ ده جزء من الفوتو ريسبتور اللي انا حاطط سهم عليه ده، ده الممبرين بتاع الفوتو ريسبتور، والجزء الازرق اللي جوه ده هو واحده من الديسكس اللي شايله البيجمنت الرودوبسين. زي ما قلت لكم هو نورمالي الصوديوم بيطلع من الانر سيجمنت ويرجع يخش، زي ما انتم شايفين هنا اهو الصوديوم بيخش للاوتر سيجمنت وهو ده اللي بنسميه دارك كارنت. التشانلز دي بتاعت الصوديوم ار سايكليك جي ان تي ديبندنت تشانلز. يعني ايه؟ يعني عشان تفضل فاتحه لازم تكون ماسك فيها سايكليك جي ان تي. In presence of enough amounts of cyclic GMP, sodium channels in the outer segment are kept open and sodium flows in, causing the membrane of the photoreceptor to be partially depolarized. طب ولما يبقى partially depolarized ده معناه ايه؟ معناه انه بيعمل continuous release of photopigment. انا اسف، photo chemical transmitter. السينابتيك زون بتاع الفوتو ريسبتور انا معتمد ان انتوا عارفينها طبعا، الانر موست بارت بتاع السيل فيها فيزيكلز بتحتوي الكيميكال ترانسميتر جلوتانيت. الكيميكال ترانسميترز دول زي اي حته ثانيه في جسمنا ار ريليزد باي ديبولاريزيشن اوف ذا سيل. طب اذا كان احنا عندنا الفوتو ريسبتور سيل ديبولاريزد بالفعل طول ما هي في الدارك، يعني معنى كده ان الدارك كارنت ده اللي عامل partial depolarization of the receptor membrane بيخلي فيه continuous release of glutamate من الفوتوريسبتور as long as the photoreceptor is in the dark. طول ما الفوتوريسبتور في الضلمة هو عمال يطلع الكيميكال ترانسميتر بتاعه الجلوتامات. طيب يبقى الدارك كارنت هو السبب في حالة الديبولاريزيشن والcontinuous release of glutamate، والدارك كارنت هو الصوديوم اللي بيخش في الاوتر سيجمنت من خلال السايكليك جي ام بي صوديوم شانلز اللي موجوده في الاوتر سيجمنت. السؤال دلوقتي ماذا يحدث لما الفوتو ريسبتور بيتعرض للضوء؟ احنا اتفقنا فوتوكيميكالي لما الضوء بيجي ويخبط في الرودوبسين، الرودوبسين بيتكسر وينشأ منه مادة الميتا رودوبسين 2. أهو الميتا رودوبسين 2 فورم ده هو اللي بيعمل اكتيفيشن أوف سبيشال تايب أوف جي بروتين كولد ترانسديوسر. ترانسديوسر يبقى ترانسديوسر إز نوثينج بات أ جي بروتين اكتيفيتد باي ميتا رودوبسين 2. يقوم الترانسديوسن ده يروح ويمسك في انزيم موجود برضه على الممبرين بتاع الفوتوريسبتور اسمه الفوسفو دايستريز. الفوسفو دايستريز انزيم ده is specific for cyclic GMP، وظيفته ايه؟ انه يكسر السايكليك GMP. يبقى لما الفوسفودايستريز انزيم ده يبقى اكتيفيتد باي ترانسديوسر هو هيكسر السايكليك جي ام بي، يقوم تركيز السايكليك جي ام بي في الفوتو ريسبتور يقل. واحنا ذكرنا من دقيقه انه الصوديوم شانل دي عشان تفضل مفتوحه وتدخل الدارك كارنت لازم تفضل ماسك فيها سايكليك جي ام بي. لو السايكليك جي ام بي كميته انخفضت الشانل دي هتقفل، الشانل دي هتقفل يعني الصوديوم انتري هيقل او يتوقف، وبالتالي الممبرين بوتنشال بتاع الفوتوريسبتور هيرتفع، هيحصل هايبر بولاريزيشن. يعني دونا عن الغالبيه الساحقه من الريسبتورز اللي موجوده في جسمنا اللي الاكتيفيشن بتاعها
بيعمل electrical change في صورة depolarization، الريسبتور بوتنشال بتاع الفوتو ريسبتور is in the form of hyperpolarization. سببه ايه؟ closure of sodium channels in the outer segment stopping the dark current، وبالتالي ترفع الممبرين بوتنشال او تخليه more negative من minus 40 ل minus 65 or more. الهايبربولاريزيشن ده will lead to decreased release of chemical transmitter glutamate. يبقى الفوتو ريسبتورز when stimulated they hyperpolarize نتيجة توقف الدارك كارنت، والهايبربولاريزيشن يقلل الجلوتاميت. يبقى طول ما الفوتو ريسبتور متعرض للضوء هو الحقيقة متوقف عن إصدار الجلوتاميت. طيب في نقطة أحب بس إنه تبقى واضحة، إيه الدور اللي بيلعبه الكالسيوم في القضية دي؟ يعني قبل ما أتكلم على الدور بتاع الكالسيوم أنا لازم أقول الموضوع بقى بالصورة العكسية، هو لما الفوتو ريسبتور يتشال من عليه الضوء يعني يرجع في الدارك تاني، ايه اللي هيحصل؟ ان زي ما ذكرنا في السايكل بتاع البليتشنج الفوتو بيجمنت هيعاد انتاجها، الرودوبسين هيعاد تكوينه على حساب ان الميتا رودوبسين كونسنتريشن هيقل. ادي الشكل اللي احنا كنا واقفين عنه، في غياب الضوء الميتا رودوبسين هيعاد تكوينه الى رودوبسين وتركيزه هيقل لان مفيش ضوء بيتكون ميتا رودوبسين 2. يبقى in absence of light تركيز الميتا رودوبسين 2 في الفوتو ريسبتور هيقل، ولما هيقل يبقى الاكتيفيشن بتاع الفوسفودايستريز هيقل لان الترانسديوسين ما عادش اكتف، الجي بروتين ده ما عادش اكتف، يقوم الفوسفودايستريز مش هيكسر السايكلينج جي ام بي، يقوم السايكلينج جي ام بي الاكتيفيتي بتاعته تقل، او انا اسف الاكتيفيتي بتاع الانزيم ده تقل، يقوم السايكلينج جي ام بي تركيبه في الفوتو ريسبتور يرتفع، يقوم يرجع يمسك في الصوديوم شانلز اللي في الاوتر سيجمنت يفتحها مره ثانيه، يسمح بدخول الدارك كارنت، يعمل ديبولاريزيشن، يعود الموقف اللي ابتدينا بيه. يعني احنا نقدر نقول ان تعرض الفوتو ريسبتور للضوء ثم انتزاع الضوء، ما يحدث في الفوتو ريسبتور يمكن تفسيره بالكامل من خلال العلاقه ما بين الميتا رودوبسين 2 والفوسفودايستريز من خلال الترانسديوسن، ثم الفوسفودايستريز يقلل السايكليك جي ام بي يقوم يقفل الصوديوم شانل. يعني يبدو كده ان الكالسيوم مش جزء من اللعبه دي خالص. الحقيقه هو مش جزء في اللعبه انما هو منظم للعبه دي. ازاي يعني؟ بص ده اعاده للرسمه اللي فاتت بس ببعض التفاصيل. احنا قلنا لما الضوء بيجي على الرودوكسن بيعمل اكتيفيشن للترانسديوسن، يقوم يروح للفوسفودايستريز يعمل له اكتيفيشن، يقوم يكسر السايكل جي ام بي الى 5 جي ام بي. السايكل جي ام بي اللي في الفوتو ريسبتور بيتكسر بالفوسفودايستريز، بس طبعا منطقي انه هيكون في وانايليت سايكليز انزيم عشان يعيد تكوين السايكل جي ام بي مره ثانيه لما نبقى عاوزين نرفع تركيزه. احنا كسرناه يبقى عشان تركيزه يرجع للطبيعه مره ثانيه لازم السايكل جي ام بي يكون موجود. فالفوتو ريسبتور فيه وانايليت سايكليز انزيم اللي بيحول جي تي بي الى سايكليك جي ام بي. الانزيم ده اللي هو الوانايليت سايكليز is inhibited by calcium، وهذا مسار استغراب من معظمنا. اذا كان الكالسيوم بيخش مع الصوديوم في الدارك، يعني تركيز الكالسيوم في الفوتو ريسبتور in the dark هيبقى عالي. وهقول لكم دلوقتي ان الكالسيوم بيعمل انهبيشن اوف وانايليت سايكليز انزيم،
كالسيوم بيعمل انهبيشن اوف جوانيليز سايكليز انزايم. يعني بيعمل ايه؟ يعني بيقلل الجنريشن اوف سايكليك جي ام بي. يبدو موضوع مخالف للتوقعات او للتفكير المنطقي، والحقيقه لا هو مش مخالف، هو بس النظره اليه يجب ان تكون في ضوء الجمله اللي هقولها ديت، ان الكالسيوم بيلعب دور النيجاتيف فيدباك ريجيليشن اوف ذا ميكانيزم. خليني اطرح السيناريو ده. لو الفوتوريسبتور معرض للضوء، الفوتوريسبتور معرض للضوء يعني الفوسفودايستريز بيكسر السايكليك جي ام بي بكل همه ونشاط. لو السايكليك جي ام بي اتكسر بكسره، لما الضوء يشال it will take relatively long time for cyclic GMP to reform. هناخد وقت طويل لاستعادة المستوى الطبيعي بتاع cyclic GMP في الفوتوريسبتور. طب وماله لما ناخد وقت طويل؟ لا مش كويس، لان ده هيعني انه اداء الفوتوريسبتور مش هيبقى سريع. يعني لما يحدث تناوب ما بين تعرض الفوتوريسبتور للضوء والضلمه، استجابته مش هتبقى مرنه، هياخد وقت عقبال ما يستعيد نشاطه مره ثانيه. الوقت اللازم to build up enough amount of cyclic GMP. طب والحل؟ الحل ان اثناء التعرض للضوء صحيح الفوسفودايستريز بيبقى ماركتلي اكتف، بس الحل ان احنا نخلي الجوانيليز سايكليز هو راقر اكتف. يعني بكسر السايكل جي ام بي بالفوسفودايستريز، بس في نفس الوقت مخلص الجوانيليز سايكليز يشتغل عشان يمنع الانخفاض الشديد في سايكل جي ام بي. يقوم لما الضوء يتشال السايكل جي ام بي ممكن يوصل للنورمال ليفل بتاعه بسرعه. وهذا ما يحدث بالفعل بقى، ان لما تعرضنا للضوء والدارك كارنت توقف، الكالسيوم اللي دخل قل بقى قليل، وبالتالي الانهبيشن اللي هو عاملها على الجوانيليز سايكليز اتشالت، بقى الجوانيليز سايكليز ريلاتيفلي اكتف، فبيكون سايكليك جي ام بي بس بمعدل ابطا من تكسيره بالفوسفودايستريز. فصحيح السايكليك جي ام بي تركيزه هينخفض بس مش قوي قوي. ليه؟ عشان لما هنيجي نشيل الضوء احنا محتاجين نرجع الليفل بتاع السايكليك جي ام بي باسرع ما يمكن للمستوى المناسب. وده هيحدث بالفعل. هيحدث بالفعل ازاي؟ انه الليفل بتاعه ما وطيش قوي. الليفل بتاعه ما وطيش قوي. طيب يبقى لازم الليفل بتاع او الاكتيفيتي بتاعت الجوانيليز سايكليز انزايم ده تكون ممنوعة من الانخفاض بشدة. طب وإيه رأيك بقى؟ هو لما الضوء اتشال السايكليك جي ام بي ده هيبتدي يرتفع، بس لو سيبنا الجوانيليت سايكليز بكامل قوته ودلوقتي الفوسفودايستريز توقف عن العمل، السايكليك جي ام بي هيعلى بسرعة بس هيعلى قوي كمان. طول ما هو الفوتوريسبتور في الدارك، الجوانيليت سايكليز عمال يشتغل وعمال يعلي في الليفل بتاع السايكليك جي ام بي. طب وماله؟ سيره بركه؟ لا مش سيره بركه طبعا، لان المره الجايه اول ما الضوء يجي هيلاقي الفوسفودايستريز قدامه مهمه شاقه جدا، الليفل بتاع السايكليك جي ام بي فيري هاي، فهياخد وقت كتير عشان يكسره عقبال ما يقدر يقلله عشان يقفل الصوديوم شانل. يبقى سايكل جي ام بي ليفل لا مطلوب انه يعلى قوي في الدارك، ولا مطلوب انه يوطى قوي في اللايت، والمتحكم في هذا الموضوع هو مستوى الكالسيوم. اذا مستوى الكالسيوم اللي بيعلى ديورينج دارك بينهبت الجوانيليز سايكليز عشان السايكل جي ام بي ما يعلاش قوي. طب وفي الضوء لازم انهبت ده عشان السايكليك جي ام بي ما يعلاش قوي. يبقى ارجع اقول الجمله الاخيره وهي
انه الكالسيوم في الفوتو ريسبتور از ا نيجاتيف فيدباك ريجليتور للليفل بتاع السايكليك جي ام بي، بيمنع الماركت تشينجز في السايكليك جي ام بي عشان يوفر مرونه وسرعه اداء للفوتو ريسبتور. الفوتو ريسبتور يقدر يغير اداؤه مع الرابيد اولتريشن ما بين اللايت والدارك. ازاي بتحقق المرونه؟ ان السايكليك جي ام بي ليفل لو مطلوب يوقف في الضوء يبقى ما يوطاش قوي، يبقى بشغل له بوانيليس سايكليز، وفي الدارك مطلوب يعلى بس ما يعلاش قوي، فبعمل انهبيشن للبوانيليس سايكليز. اللي بيقوم بهذا الدور هو الكالسيوم، الكالسيوم اللي بيخش في الدارك بينهبت البوانيليس سايكليز فما يخليش السايكليك جي ام بي يعلى قوي، والكالسيوم اللي ما بيخشش في الضوء بيشيل الانهبيشن من على الجوانيليز سايكليز فيقوم يعمل له رابيد ريجينريشن. اوكي طيب انا هخط الموضوع ده عشان ما حدش يتكلم عليه، ونتجه الى السيجنال ترانسميشن في الريتم. بعد ما الفوتو ريسبتور حصل فيه الكتريكال سيجنال، الالكتريكال سيجنال دي اللي هنسميها ريسبتور بوتنشال، وذكرنا انه دايما في الفوتو ريسبتور البوتنشال تشينج هو هايبر بولاريزيشن، وقلنا الهايبر بولاريزيشن دي بينشا منها انخفاض في الجلوتامات. انخفاض في الجلوتامين، طب رد الفعل ده على السيل اللي الفوتو ريسبتور عامل معاها ساينات اللي هي الباي بولر سيل هيكون ايه؟ الحقيقه رد الفعل هيكون حاجه من الاثنين، احنا متوقعين انه لما الجلوتامين ما بقاش يطلع انه الباي بولر سيل هتبطل شغل، ما هو مش جاي لها كيميكال ترانسميتر. يبدو هذا الكلام منطقي، بس ده بافتراض ان الجلوتاميت كان من الاصل بيعمل استيميليشن للبايبولار سيل، يعني لو كان الجلوتاميت بيعمل كاكسيتاتوري نيورو ترانسميتر. لكن ماذا لو كان الجلوتاميت بيعمل كانيبيتوري نيورو ترانسميتر؟ لما هيتوقف الريليس بتاعه ده هيعني ان البايبولار سيل دي هتتحرر من الانهبيشن تقوم تبقى استيميليتد. طب هو مين الامر الحقيقي اللي موجود؟ الحقيقي اللي موجود الاثنين. في بعض البايبولر سيلز عليها اكسيتاتوري جلوتاميت ريسبتورز، وفي بعض البايبولر سيلز عليها انهبيتوري جلوتاميت ريسبتورز، وبالتالي الريسبونس بتاع البايبولر سيل بيعتمد على نوع الجلوتاميت ريسبتور اللي عليها. ممكن بتاع البايبولر سيل للفوتو ريسبتور ستيميليشن هيعتمد على نوع الجلوتاميت ريسبتور اللي موجود على البايبولر سيل، whether excitatory or inhibitory ريسبتور. وبالتالي البايبولر سيل هيحدث فيها هي كمان تشينج في الممبرين بوتنشال، الكتريكال سيجنال يعني. هنفترض لسهولة المناقشة في النقطة دي انه البايبولر سيل دي هيحدث فيها in response to photoreceptor stimulation هيحدث فيها depolarization. اذا ده ينطوي كده من تحت لتحت نبقى فاهمين انه البايبولر سيل اللي هيحصل فيها كده نوع الجلوتاميت ريسبتور اللي عليها كان انهبيتوري، بحيث انه لما الفوتو ريسبتور اتعرض للضوء قلل الريليس بتاع الجلوتاميت يقوم البايبولر سيل تحررت من الانهبيشن ام حصل فيها ستيميليشن يعني depolarization. طيب البايبولر سيل لما بيحصل فيها depolarization لا يتولد فيها action potential، والسبب بسيط اعتقد معظمكم عارفه. السبب هو ان البايبولر سيل على بعضها نيورون صغير جدا، يعني الاكسون بتاعها ده is extremely short، وبالتالي هو مش محتاج يجنريت action potential عشان يوصل الممبرين potential في التيرمينال اند انه يطلع كيميكال ترانسميتر، يعني يفتح فولتج جيتد
كالسيوم شانلز ويدخل كالسيوم الميكانيزم اللي انتم عارفينه في الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. عشان الكالسيوم يطلع لازم الممبرين في السيناتيك نوب ده يحصل له ديبولاريزيشن. طب والديبولاريزيشن ده عادة بيحدث لما الاكشن بوتنشال يوصل هنا. الاكشن بوتنشال احتياج النيورونز ليه فقط لما الاكسون ده بيبقى طويل، انما لما الاكسون يبقى قصير قوي زي الباي بولر سيل اللوكال بوتنشال للديبولاريزيشن اللي بينشا هنا ممكن يبقى كوندكتد الكتروتونيكالي ويوصل للطرف بتاع الاكسون في الناحيه الثانيه ويعمل له ديبولاريزيشن ويفتح الكالسيوم فولتج جيت شانلز ويسمح بدخول الكالسيوم ويعمل ريليس اوف ذا كيميكال ترانسميتر بدون احتياج لاكشن بوتنشال. اند ذير فور ولا الريسبتور بيعمل اكشن بوتنشال ولا الباي بولر سيل بتعمل اكشن بوتنشال، والسبب واحد هو ان هما مش محتاجينه لان المسافه اللي بينقلوا فيها الالكتريكال سيجنال مسافه قصيره جدا. انتقلت الاشاره الى الجانجليون سيل، والجانجليون سيل هي المكان اللي استجابته بتاخد صوره اكشن بوتنشال. والسبب اظن بقى واضح دلوقتي ان الجانجليون سيل دي مطلوب منها انها تنقل الالكتريكال سيجنال بره العين وتوصلها للسنترال نيرفس سيستم. يعني الاكسون بتاع الجانجليون سيل از فيري لونج، وبالتالي لابد من الجانجليون سيل تعمل اكشن بوتنشال، لان الاكشن بوتنشال هو اللي عنده مقدره انه يسافر along long axons ويوصل للترمينال اند بتاعها ويطلع كيميكال ترانسميتر منها. يبقى الجانجليون سيل هي اول نيورال اليمنت في الريتنا which can initiate action potentials، والاكشن بوتنشال هتوصل الى السنترال نيرفس سيستم عبر الاكسونز بتاعت الجانجليون سيلز اللي هي بتكون الاوبتيك نيرف. طيب نيجي للموضوع الاخير في الفيجن اللي وصلتني تساؤلات عنه، وهو الاورجنايزيشن اوف ذا ريسبتيف فيلد اوف ذا جانجليون سيلز. ممكن نوقف فيها. اولا نعرف ايه هو الريسبتيف فيلد اوف ذا جانجليون سيلز. لو دي جانجليون سيل احنا عارفين انه في معظم اجزاء الريتنا وان جانجليون سيل ميك سينابس ويز لارج نمبر اوف باي بولر سيلز. اللي بدور هم الباي بولر سيلز دول they make synapses with larger number of photoreceptors. مجموعة الفوتوريسبتورز اللي على سطح الريتنا which are in contact finally with one ganglion cell بنطلق عليهم the receptive field of this ganglion cell which is usually in the shape of a small spot دايرة صغيرة أو disk صغير على سطح الريتنا بيضم الريسبتورز اللي في النهاية هم واصلين to the same ganglion cell. This is called the receptive field of the ganglion cell. يعني لو جبنا ضوء نظريا كده وعرضنا ليه الريسبتيف فيلد بتاع الجانجليون سيل دي فالجانجليون سيل هتتأثر لأن الفوتوريسبتور ده بيبعت لها الإشارة بتاعته. طيب لو جبنا ضوء وأسقطناه على الريسبتيف فيلد بتاع الجانجليون سيل دي هيكون إيه نتيجة الضوء ده؟ هل الاكتيفيتي بتاع الجانجليون سيل دي هتزيد ولا هتقل ولا ايه بالظبط؟ التجارب المبكره جدا لهذا الموضوع قالت طبعا لما بنسقط ضوء على الجانجليون على الريسبتيف فيلد بتاع وان جانجليون سيل الاكتيفيتي بتاعت الجانجليون سيل بتزيد شويه. ولكن لما التجارب اتعادت باستخدام
شارتر بيم اوف لايت. يعني ايه؟ يعني بيم اوف لايت شعاع ضوء مش تخين. مش تخين ليه؟ عشان يقدر يجي على جزء من الريسبتيف فيلد بتاع وان جانجل سيل، مش الريسبتيف فيلد كله. لو انا بستخدم ضوء واسع، البيم واسع، هو هيجي على كل الريسبتيف فيلد بتاع الجانجل سيل في نفس الوقت. لكن باستخدام افاين لايت بيم انا اقدر اوجه الضوء للاجزاء المختلفه بتاعه الريسبتيف فيلد اوف وان جانجل سيل. فلما الباحثين قاموا بتعريض الريسبتيف فيلد بتاع الجانجل سيل لهذا البيم اوف لايت الدقيق، وفي نفس الوقت سجلوا الاكتيفيتي بتاعه الجانجل سيل، اكتشفوا الحقيقه اللي هنقولها دي، انه لما البيم اوف لايت يجي على الريسبتورز اللي موجوده في المركز بتاع الريسبتيف فيلد، الجانجل سيل الاكتيفيتي بتاعتها بتعلى كما هو متوقع. بس اللي كان غير متوقع بالنسبه لهم ان لما الضوء بيجي على الريسبتورز اللي في المحيط الخارجي للريسبتيف فيلد، لما الضوء بيجي عليه الاكتيفيتي بتاعت الجانجل سيل بتنخفض بشده. فكان موضوع مفاجئ ويستلزم تفسير. وذات من غرابة الموقف انه لقوا ان اللي حصلوا عليه في الخطوة الاولى دي حصلوا على عكسه في بعض الريسبتيف فيلد التانية في الريتنا. بمعنى في اماكن في الريتنا الريسبتيف فيلد بتاع اذر جانجليون سيلز بتشتغل بالصورة العكسية، انه لما البيم اوف لايت يجي على السنتر بتاع الفيلد يحدث انهبيشن للجانجلين سيل، عكس الكلام ده. ولما الضوء يجي على البريفري يعمل استيميليشن اوف ذا جانجلين سيل، عكس اللي كان بيحصل في النوع الثاني. وظهر التعبير انه عندنا نوعين من الريسبتيف فيلد، نوع سموه اون سنتر اوف سراوند ريسبتيف فيلد اللي هو النوع الاول الاحمر اللي قدامنا، اون سنتر اوف سراوند طبقا للريسبونس بتاعه، لما الضوء يجي على السنتر بيشغل الجانجلين سيل، ولما الضوء يجي على البريفري بيعمل انهبيشن للجانجلين سيل، واللي تحت العكس اوف سنتر اون سراوند. طيب بمعنى انه لو البيم اوف لايت اللي ده مصدره اهو جاي على ريسبتيف فيلد على الريتنا الدايره دي، وده المركز بتاعها، والريسبتيف فيلد ده من النوع الاولاني اللي كلمتكم عليه اللي هو اون سنتر اوف سراوند. لو البيم اوف لايت جاي على السنتر فالريسبونس بتاع الفوتو الجانجليون سيل هيكون ستيميليشن. طب لو وسعت البيم ده شويه كده عشان يشمل كل السنتر هتلاقي الريسبونس زاد. من الموقف ده الفريكونسي بتاع الاشارات زاد لما الضوء بقى شامل كل السنتر بتاع الريسبتيف فيلد دي. يبقى لو سمحت الضوء هنا على الريتنا لكن الريسبونس ده بتاع الجانجليون سيل. لما الضوء بيغمر كل السنتر ماكسيمال ريسبونس اهو. طب لو الشعاع الضوء ابتدى يكبر شويه يعني هيشمل جزء منا السراوند كده، الاكتيفيتي ابتدت تقل. طب لو كبر وشمل كل السراوند الاكتيفيتي تنخفض بشده. طبعا لو كبرناه اكتر من كده خلاص مفيش تاثير، لان انا كده خرجت بره الريسبتيف فيلد بتاع الجانجليون سيل اللي انا بسجل منها الريسبونس. يعني ده ترجمة اللي قلته من دقيقة، إنه هذا النوع من الريسبتيف فيلد اون سنتر اوف سراوند، لما شغلنا السنتر عمل ماكسيمال ريسبونس، لكن لما شغلنا السنتر ومعاه البريفري أو السراوند الريسبونس انخفض بشدة. طيب إيه الحكمة
في هذا التنظيم للريسبتيف فيلد. الحكمة نقدر نفهمها من النموذج التوضيحي اللي أنا عرضه قدامكم ده. النموذج ده هو عبارة عن ريسبتيف فيلد of one ganglion cell. الزرقة دي هي one ganglion cell. والثلاث مستطيلات الصفر دول هما الريسبتيف فيلد بتاع الجانجليون سيل دي. واحنا لتبسيط الشكل حذفنا البايبولر سيل من السكه. ومعتبرين ان المستطيل اللي في المركز ده هو السنتر. والاثنين اللي على الاطراف هما السراوند. وهذا الريسبتيف فيلد هو من النوع الاول اللي هو اون سنتر اوف سراوند. اون سنتر يعني لما بيشتغل بيعمل ستيميليشن اوف ذا جانجليون سيل. اوف ذا راوند يعني لما بيشتغلوا بيعملوا انهبيشن. ويبدو انه لازم نكون فاهمين ان طالما لما اسقطنا الضوء على كل ريسبتيف فيلد بما فيه السنتر والسراوند الاكتيفيتي بتاعت الجانجليون سيل انخفضت. هذا يعني ان احنا ممكن نقول انه التأثير على السنتر تم معادلته بالتأثير على السراوند. بمعنى اخر انه العلامة البوزيتيف دي تساوي رياضيا في القوة العلامتين النيجاتيف دول. هما مكافئين لبعض. يعني 1 بوزيتيف دي تساوي 2 النيجاتيف دول. يعني ستيميليشن اوف السنتر هو مكافئ للانهبيشن بتاع السراوند. قد بعض ولو حصلوا مع بعض هيلاشوا بعض. دي will nullify each other. طيب الموقف اللي قدامنا ده انه الريسبتيف فيلد كله معرض للدار. البار الاسود ده معناه ان الريسبتيف فيلد ده كله في الدار. اعتقد انتوا عارفين انه الجانجليون سيل اللي الريسبتيف فيلد بتاعها في الدار مش ثابته خالص. ليها بيزل ديسشارج اللي هو ده بيزل ديسشارج بتاع الجانجليون سيل لما الريسبتيف فيلد بتاعها بيكون كومبليتلي في الدارك. طيب خلينا نحرك الفيلد بتاع الضوء بحيث يبقى بالشكل ده. الشكل ده يعني ايه؟ يعني جزء من السراوند اللي هو ده بقى جه عليه ضوء. لكن ما زال السنتر وبقيه السراوند في الضلمه مش متعرض لضوء. الريسبونس انخفض عن الوضع اللي فات. انا هرجع للوضع اللي فات اهو. الريسبونس كان الفريكونسي بتاعته عاليه. لما حركنا الضوء الفريكونسي بتاع الديسشارج اوف ذا جانجليون سيل انخفض. واضح انخفض ليه؟ طبعا لانه انا دلوقتي الريسبتور اللي انا مشغله اللي جاي عليه ضوء هو ده. ده واحد انهبيتور. احنا قلنا البوزيتيف ده يساوي 2 نيجاتيف. فلما بقى في واحد نيجاتيف شغال قلل الاكتيفيتي بتاعت السنتر. فالاكتيفيتي قلت. السنتر مش شغال. اذا البايبولر الجانجليون سيل دي هي دلوقتي مستقبله عمليا انهبيشن فقط. مش جاي لها ستيميليشن خالص لان السنتر مش معرض للضوء. فبقى الانهبيشن اللي جاي من السراوند ده بتلعب لوحدها. فعملت ماركت انهبيشن اوف ذا جانجليون سيل. قللت الديسشارج ريت بتاعها لحد كبير. طيب نحرك الفيلد شويه كده لليمين بحيث ان احنا نجيب الضوء على السنتر كمان. شوفوا الريسبونس حصل فيه ايه؟ ماركت انكريز في الفريكونسي اوف ذا ديسشارج اوف ذا جانجليون سيل. تفسير برضه اعتقد واضح ان الموقف دلوقتي ايه؟ ان السنتر از ستيميليتد معرض للضوء. وجزء من السراوند معرض للضوء. فدلوقتي بقى البوزيتيف شغال وواحده بس من النيجاتيف هي اللي شغاله. احنا قلنا ان البوزيتيف بيساوي الاثنين نيجاتيف دول مع بعض. فلما البوزيتيف يبقى شغال وواحده من النيجاتيف بس اللي شغالين البالانس الصالح للاستيميليشن الصالح ده. فالفريكونسي اوف اكشن بوتنشال اللي طالعه من الجانجليون سيل هتبقى ماكسيمال.
طب تعالوا نشوف لو حركنا الفيلد شويه كده كمان بحيث ان الضوء يقع على ريسبت فيلد كله في آن واحد كده، الفريكونسي اوف ديسشارج رجع يقل تاني بشده. بيقل ليه بقى دلوقتي؟ لانه بقى عندنا السراوند كله شغال، الاثنين نيجاتيف شغالين عاملين اثنين انهبيشن، والسنتر شغال عامل استيميليشن وهم قد بعض. فرجعنا للبيزل اكتيفيتي بتاعت الجانجليون سيل تقريبا اكنه مفيش بوق عليه، لانه بوث سنتر اند سراوند ار استيميليتد ات ذا سيم تايم اند ذن اولموست نالفاي ذا افكت اوف ايتش اذر. طيب ايه الفايده في كده؟ الفايده في كده هتظهر لما نناقش الموقف اللي انا هقوله لكم ده. الصوره دي صوره للريتنا ومقسومه نصين، النص اليمين منور يعني واقع عليه ضوء، والنص الشمال واقع عليه ظلام مش جاي له ضوء. ده ريسبت فيلد بتاع 1 جانجليون سيل من برضه من النوع اللي هو اون سنتر اوف ذا راوند، ودي كمان ريسبت فيلد بتاع اذر جانجليون سيل برضه اون سنتر اوف ذا راوند. ده بالكامل في الضوء وده بالكامل في الضلمه. طب يا ترى الجانجليون سيل اللي متوصله بده ومتوصله بده في فرق كبير في الاكتيفيتي بتاعتهم؟ الاجابه الحقيقه لا، الاثنين الاون والاوف عاملين معادله لبعض، والاكتيفيتي بتاعت الجانجليون سيل في الاثنين متشابهه لحد كبير. بس تعالوا كده نشوف الموقف على الريسبتيف فيلز اللي عند البوردر اللي بين الضلمه والاظلام اللي على الريتم. الريسبتيف فيلز بتاعت 1 جانجليون سيل اللي موقعها الاناتوميكال خلاها هنا مطرح ما انا مشاور كده، مش دي السنتر بتاعها في الضوء وجزء من السراوند في الضلمه. يبقى دي المحصله بتاعتها الاستيميليشن اكتر من الانهبيشن، فالاكتيفيتي بتاعتها بتزيد. يبقى الريسبتيف فيلد دي الجانجليون سيل اللي متوصله بيها فيها ماركت استيميليشن. معلش انا هرجع للشكل ده واوريكم ان كانت اعلى استيميليشن الجانجليون سيل هو الموقف اللي انتم شايفينه، انه يكون السنتر في الضوء وجزء من البريفري في الضلمه. ده حقق لنا اعلى معدل استيميليشن اللي هو الموقف ده. الموقف ده ده ماكسيمال استيميليشن اوف ذيس جانجليون سيل. طب وده؟ ده مينيمال استيميليشن، عشان قلت لكم السنتر في الضلمه يعني شغال. جزء من السراوند في المور يعني يعمل انهبيشن للجانجليون سيل. بقى الجانجليون سيل اللي متصله بالريسبتيف فيلد ده جاي لها انهبيشن ومش جاي لها استيميليشن خالص، الاكتيفيتي بتاعتها هتبقى ماركتلي ديكريست. يعني الجانجليون سيل اللي الريسبتيف فيلد بتاعها على البوردر بس اميل للجهه اللي فيها مور ماكسيمال استيميليتد، والجانجليون سيل اللي الريسبتيف فيلد بتاعها عند البوردر بين الضوء والظلام بس اغلبها في الضلمه الاكتيفيتي بتاعته مينيمال انهبيتد قوي. اذا البرين بيفسر ده ان الجانجليون سيل دي بتبعت له استيميليشن عاليه والجانجليون سيل اللي هنا بتبعت له استيميليشن منخفضه جدا، يقدر يفهم انه هنا في بوردر ما بين النور والظلمه. لغايه دلوقتي الكلام لو الواحد فكر فيه وعقله يطلع ملوش قيمه. ملوش قيمه ليه؟ طب ما هو من غير التركيبه المعقده دي انا لو كان عندي فوتو ريسبتور بنفسه كده هنا بقى استيميليتد وفي فوتو ريسبتور تاني هنا بقى انهبيتد، يبقى الجانجليون سيل اللي متوصله بالفوتو ريسبتور ده بتقول فيه هنا نور واللي هنا بتقول فيه هنا ظلمه، هيبعتوا اشاره للبرين فالبرين هيفهم ان في بوردر. لكن الحقيقه بقى ان ترتيبه ده
بتخليه يقدر يشوف الفرق بين الظلمة والنور بغض النظر عن كمية الإضاءة. يعني إيه الفكرة دي؟ بصوا لو سمحت، المثال اللي هقوله ده عشان نوضح إزاي الأون والأوف سنترز دول خلوا الفوتو ريسبتور والريتنا بتاعتها تتعامل مع موضوع الإضاءة والإظلام بصورة ريلاتيف. ريلاتيف يعني إيه؟ يعني تقول على الدارك دارك لو جنبه حاجة لايت بغض النظر عن كمية اللايت اللي جاية من الاتنين. بصوا على الإكزامبل اللي قدامك، دي ورقة مكتوب عليها بالأسود والورقة خلفيتها بيضة، صورة الورقة دي جت على الريتنا بتاعتك، الجزء اللي واصل له ضوء من الورقة البيضة شايفها بيضة، والجزء على الريتنا بتاعتك اللي مش واصل له ضوء من المنطقة اللي مكتوب عليها بالأسود في الورقة شايف أسود. طيب لو قسنا كمية الضوء اللي طالعة من الأجزاء المختلفة للورقة اللي قصادكم دي وهتقع على العين في غرفة مرتفعة الإضاءة برايت لايت روم، يعني في ضوء ساطع بيقع على الورقة ويرتد من الورقة، من الورقة البيضة هيرتد ضوء كتير ومن الأسود هيرتد ضوء قليل، قسنا شدة الإضاءة اللي جاية من الورقة دي لقينا الإتش إن الوايت بيبر بينعكس منها 120 وحدة ضوء، والبلاك ليترز بينعكس منها 12 وحدة، يعني 10%. فالعين شافت الحروف سودة وشافت الورقة بيضة، يعني الحروف مظلمة والورقة منورة. طيب كررنا نفس التجربة بس رحنا واخدين الورقة وحضرتك ونقلناكم لديم لايت روم، ورقة الإضاءة فيها خفت شويتين، وقسنا الضوء اللي بينعكس من الورقة، فلقينا القياسات اللي هكتبها لحضراتكم دي إن الوايت بيبر كمية الضوء اللي بتنعكس منها دلوقتي مقدارها ستة فقط، ست وحدات فقط، والبلاك ليترز بينعكس منها دلوقتي 10% برضو من الستة، يعني 6 من 10. الغريب في الموضوع إن أنا ما زلت في هذه الإضاءة قادر أميز ما بين الورقة البيضة والحروف السوداء، وبالتالي قادر أقرأ الكلام اللي على الورق، ووجه الغرابة هيشتد لو قارنا بين الرقمين دول، إن في الغرفة الإضاءة فيها منخفضة الضوء اللي جاي من الورقة اللي أنا شايفها لونها أبيض الضوء قيمته 6 وحدات، في حين إنه اللي أنا كنت شايفه أسود في الإضاءة مرتفعة كان بيبعت 12 وحدة ضوء ضعف اللي أنا شفته أبيض في الإضاءة المنخفضة. الله، أكن الريتنا مش بتقيس كمية الضوء المطلقة وتحدد إذا كانت ضوء ولا ظلمة، لا هي لازم تقيسها مقارنة بالحتة اللي جنبها. فهنا لما كانت الورقة البيضة بتبعت 6 وحدات وجنبها حتة بتبعت 6 من 10، أما الريتنا قدرت تشوف إنه الورقة لونها أبيض والحروف لونها أسود. نفس الكلام اتحقق لما كانت الورقة بتبعت 120 وحدة والورق والحروف السوداء بتبعت 12 وحدة، هو نفس النسبة، هنا ده العشر وهنا ده العشر، وفي الحالتين العين قدرت تميز إن ده ورقة بيضة ودي حروف سوداء. وبالتالي الفوتو ريسبتورز بتاعتنا، هرجع للرسمة اللي قبلها بقى، بتقارن ما بين الإضاءتين ورد فعلها بيعتمد على شدة الإضاءة النسبية. يعني في المنظر ده كده الأكتيفيتي بتاعت الجانجلين سيل اللي مرتبطة بالفيلد ده ما بتعتمدش الحقيقة على شدة الإضاءة هنا، هي بتعتمد على الفرق بين هنا وهنا عشان الاستيميليشن اللي على ده وعلى ده.
يفرق. طيب خدوا بالك، بصوا كده كتطبيق على الكلام اللي انا قلته لكم. هو انا دلوقتي عارض لكم اربع مربعات رمادي، ولو حضرتك بصيت لهم طلبت منك انك تقول لي هل المربعات دي متساويه في اللون ولا لا، ولا فيهم حد غامق عن التاني. في بعض الناس هتقول لا هم كلهم رمادي بنفس الدرجه، وفي ناس تانيه هتقول لي لا والله انا احنا حاسين ان اول واحد من ناحيه اليمين اغمق شويه من اول واحد من ناحيه الشمال. اقول لك اوكي انا موافق على الرايين، بس عاوزكم دلوقتي تركزوا معايا للي هعمله. انا هنقل اللوحه اللي تحت دي اللي فيها شبابيك عشان تحوط المربعات دي، وهطلب منكم في الوضع الجديد تبينوا لي هو مين المربع الغامق والمربع الفاتح. افكركم ان بعضكم كان شايفهم كلهم زي بعض، وبعضكم كان شايف اول واحده يمين اغمق. بصوا لما هعمل كده وتبصوا تاني، ايه رايكم دلوقتي؟ بقى اللي ناحيه اليمين يبدو لعينك فاتح عن اللي ناحيه الشمال، مع انه قبل ما احط الفريم اللي حوالين كل مربع كان باين ان اول واحد يمين يا اغمق شويه يا زيه زي اول واحد شمال. الفرق ايه؟ الفرق انه المربع ده الرمادي ده بقى محوطه ايه؟ مربع اسود، لكن ده بقى محوطه مربع رمادي فاتح خالص قريب من الابيض. فالعين شافت ده فاتح بالنسبه لده. ليش شافت ده فاتح؟ لان حواليه غامق. اذا العين مش بتقيس كميه الضوء اللي جايه، هي بتقيس كميه الضوء مقارنه بالحته المجاوره ليه عشان تحدد الكونتراست وتقرر اللي الضوء جاي منه اكتر هتسميه منور، هتسميه لايت، واللي الضوء جاي منه اقل هتسميه بلاك، هتسميه دارك. بغض النظر عن الابسوليوت اماونت اوف لايت، نفس اللي شفناه في ورقه الجورنال اللي كنا بنقراها، انه انا شفت الحروف سوداء والورقه بيضاء سواء في الاضاءه العاليه او الاضاءه المنخفضه، مع ان كميه الاضاءه المطلقه اللي جايه مختلفه تماما. طيب يتبقى لينا بس ان احنا نفهم النقطة اللي هي برضو مسار جدل، هو ازاي الاونور اوف سنتر دول شغالين؟ طبيعة النيورال كونكشن جوه ايه؟ يعني ازاي لما بعمل استيميليشن للسنتر بتاع ريسبتيف فيلد رد الفعل بتاع الجانجليون سيل بيكون استيميلاتشي، ولما اعمل استيميليشن للبريفري بيكون انهبيتور. والحقيقة في رأيين علميين والاثنين ليهم أتباع وأنصار، وليس هناك غلبة لأي واحد منهم لغاية النهاردة، يعني ما فيش رأي قاطع في الاثنين. الرأيين هما إيه؟ إحنا اتفقنا إنه الريسبتيف فيلد هما كمية الريسبتور اللي لونهم خضر هنا دول متوصلين لجانجليون لبايبولر سيلز عددهم أقل إلى وان جانجليون سيل في الآخر. وذكرت لكم أنا في وسط كلامي من شوية إنه البايبولر سيلز دول ليهم تو بوبيليشنز طبقا لنوع الجلوتاميت ريسبتور اللي عليهم. بعضهم عليهم اكسيتاتوري جلوتاميت ريسبتور ونوع عليه انهبيتوري جلوتاميت ريسبتور. فأحد تفسيرات فكرة الأون سنتر أوف سراوند هي إنه في الأون سنتر أوف سراوند لما الضوء يجي على السنتر الجانجلين سيل بتشتغل، معناها إن البايبولر سيل اشتغلت، معناها إن الريسبتور بتاع الجلوتاميت اللي على البايبولر سيل ده كان انهبيتوري، وبالتالي لما الفوتو ريسبتور اشتغل وقلل الريليس بتاع الجلوتاميت البايبولر سيل تحررت من الانهبيشن، يعني
حصل لها ستيميليشن قامت بعتت اشاره للجلد من سيل قامت اشتغلت، في حين ان الفوتو ريسبتورز اللي على الاطراف لما اشتغلت بعد هي سينابسنج مع النوع الثاني من الجانجليون سيلز البايبولر سيلز اللي عليها اكسايتاتوري ترانسميتر بالجلوتامين، فلما الضوء وقع عليها هي بطلت ريليف كيميكال ترانسميتر، ولانه الجلوتامين اكسايتاتوري على البايبولر سيلز دي توقفت عن العمل ام حصل انهيبيشن للجانجليون سيلز. يعني الفرق في الريسبونس ما بين السنتر والبريفري مش سببه الفوتو ريسبتورز، ده سببه البايبولر سيلز، ان البايبولر سيلز اللي في المركز عليها نوع من الجلوتامات ريسبتور مختلف عن البايبولر سيلز اللي في الاطراف. دي نظريه، والنظريه الثانيه بتقول لا والله ده الدور بتلعبه الهوريزونتال سيلز، انه لما الضوء بيجي على البريفري البايبولر سيل، متهيألي اجيب لكم رسمه للريتنا عشان نبقى بنتكلم بصوره واضحه، في نوع من السيل اسمه الهوريزونتال سيلز. الهوريزونتال سيل دي ماشيه بالعرض في الريتنا اللي هو لونها برتقاني هنا دول. ففي نظريه بتقول ايه؟ انه لو فوتو ريسبتور موجود في السراوند والسراوند ده اون سراوند، لما الفوتو ريسبتور ده بيشتغل البايبولر سيل دي بتشتغل والجانجلين سيل اللي متوصله بيها بتشتغل، وفي نفس الوقت الهوريزونتال سيل دي هي اللي بتبعت اشاره عشان تنهبت البايبولر سيلز اللي متصله بالفوتو ريسبتور اللي موجود في السنتر. يعني الانهيبيشن بتاع السنتر بيتم باشاره جاي من السراوند والوسيط بينهم هو الهوريزونتال سيل. انهي الرايين صحيح؟ الله اعلم، لسه العلم لم يستقر على راي من الاثنين. الميكانيزم ده مقترح والميكانيزم ده مقترح. الميكانيزم بيقول ان في نوعين من البايبولر سيلز هما دول اللي بيفسروا التو ريسبونسز بتاعت السنتر والبريفري، وفي راي تاني بيقول والله لا ده الرول في الموضوع دوت هو الرول بتاع الهوريزونتال سيلز، ان انا لما بشغل فوتو ريسبتور بيشغل البايبولر سيل اللي واصله بيه، وفي نفس الوقت بالهوريزونتال سيل بيسكت البايبولر سيل المجاوره اللي هي في السنتر. الرايين صحيحين، أو خلينا أقول الرأيين مقبولين علميا إلى أن يتم الحسم بينهم. طيب كده احنا برضو انتهينا من ما يمكن أن أنا أتكلم عليه في موضوع الفوتو ريسبتور ميكانيزم والسيجنال ترانسميشن في الريتنا. يتبقى موضوع أخير حضراتكم برضو بقول أن أنتم محتاجين فيه توضيح، وهو الميكانيزم أوف ستيميليشن أوف فوتوريسبتور.